يقول: أردت السفر وكنت بمنزلي ووقت سفر الساعة الثانية والنصف، فهل يصح أن أجمع العصر مع الظهر جمع تقديم كل منهما 4 ركعات؟ ما دمت في بلدك لم تخرج منه فأنت لك حكم المقيمين، لا تجمع ولا تقصر، ما تحصل رخص السفر من القصر والإفطار في رمضان إلا بعد الخروج من البلد.